أختي ملتزمة بنص كلامها، بطلت تسمع أغاني من فترة كبيرة إلا هذه الأيام، ممكن تسمع أغنية. المشكلة أنها لم تعد تشعر بذنب ما تفعله، حتى عندما تشغل الأغاني في مكان عام لا تنكرها بقلبها. تعمل إيه؟ هي خايفة الموضوع يتطور وترجع لحاجات تابت عنها وتقع في المعاصي، مع العلم أنها بتحاول ترجع للقرآن والقيام. الله المستعان. عليك أختي بالصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هذه نعمة عظيمة من أعظم النعم. هذه الصحبة ستعينك إن شاء الله على نفسك، وستشغل وقتك بما يكون فيه رضا لله سبحانه وتعالى. ولابد لك أن تجتهدي، قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمرء يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فاحذري أن تموتي وأنت تسمعين الغناء، أو أن تموتي وأنت تتلبسين بمعصية، فعندما تبعثين تكون الفضيحة عظيمة. وأعظم الفضائح أن الله تبارك وتعالى ينظر إليك وأنت تتلبسين بهذه المعصية، فالله الله تعالى في نفسك. والله تعالى أسأل أن يوفقك وأن يسدد